بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ في محاضرة أو شابتر 2 في محاضرات مادة الاحتمالات والإحصاء. طبعا اتكلمنا في الفصل الأول عن إزاي نعرض البيانات بتاعتنا، إزاي نلخص البيانات بتاعتنا. عرفنا إن المادة الخام بتاعتنا للبيانات هي اللي المفروض نلخصها أو نعرضها بشكل ما. احنا كنا كل الكلام اللي احنا بنتكلمه كنا بنتكلم على الرو داتا، البيانات اللي في حالتها الأصلية أو في حالتها الخام كنا بنتكلم عليها. فغطينا إزاي نعرض البيانات دي أو نعمل تلخيص للبيانات دي برقم أو رقمين، تمام؟ فعرفنا إزاي نلخص البيانات في الفصل الأول. المرة دي بقى عندنا هندخل شوية في، طبعاً إحنا قلنا عندنا جزئين من الإحصاء. الجزء الأولاني إن إحنا عندنا الهيستوري بتاع البيانات، احنا بناخد الهيستوري بنشوف من خلال الهيستوري ونتوقع ما سيحدث في المستقبل. بس المشكلة ان احنا عن المستقبل مش بتاعنا، ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. المشكلة بقى ان احنا ما نعرفش كبشر، ما نقدرش نقول بكرة فيه ايه، لكن احنا نقدر نقول باحتمال معين. عشان اقول باحتمال معين لازم ادخل في طرق اسمها طرق العد، اللي هي الكاونتينج ايفنتس او الكاونتينج تكنيكس، طرق العد. ايه طرق العد دي؟ ان انا مثلا بقول ايه، لو مثلا عندنا اربع كراسي دول هيقعد عليهم ثلاث اشخاص، الثلاث اشخاص هيتوزعوا ازاي على الاربع كراسي؟ ممكن الكرسي الاولاني يبقى فاضي والثلاثه قاعدين على الكراسي الثانيه، او الكرسي الثاني يبقى فاضي وهم متوزعين على الاول والثالث والرابع، وهكذا. يبقى في كم شكل ممكن يظهر معايا؟ انا بسجل المحاضره، المحاضره دلوقتي بتتسجل، الكلام اللي انا بقوله ده هيظهر في التسجيل. طيب نرجع تاني نقول مثلا كم وجه ممكن يظهر معانا. فنقول والله لو عايزين اربع كراسي نحط عليهم ثلاثة اشخاص ممكن يظهر بكام شكل، كذا كذا. هنقول هنعرف الرقم بعد كده، هنعرف الرقم بعد كده. طيب فاول حاجه هنتكلم على حاجه اسمها السامبل ايفنتس، احداث معينه ممكن تحصل معانا. فاول حاجه بنتكلم على راندوم اكسبيرمنت، والتمثيل بتاع الراندوم اكسبيرمنت او التجربه العشوائيه هي ان انا مثلا لو باخد عينه من الاشخاص، باخد عينه من الاشخاص عينه عشوائيه، فالعينه العشوائيه دي لازم احسب ليها البوسيبيليتيز، النمبر اوف بوسيبيليتيز بتاعتها. طيب مثلا لو عندي مجموعه من الطلاب وبعدين اخد طالبين اثنين وانا بدرس اذا كان الطالب مدخن او غير مدخن، سموكر ولا نون سموكر، سموكر ولا نون سموكر، يبقى ايه هو مدخن او غير مدخن. يبقى عندنا اربع احتمالات او اربع اوجه مختلفه، الاولاني مدخن والثاني غير مدخن، الاولاني مدخن والثاني مدخن، الاولاني غير مدخن والثاني مدخن، او الاثنين، يعني كل الاحتمالات موجوده، الاثنين مش مدخنين وده الاولاني مدخن والثاني غير مدخن، وده الاولاني مدخن والثاني غير مدخن، والاثنين مدخنين في الاخر، تمام؟ دي كل الاحتمالات وكل الاوجه بتاعتنا للاحتمالات بتاعتنا. يعني احنا بنختار شخصين عايزين نعرف اذا كانوا احتمال قد ايه ان هم يطلعوا مدخنين ولا غير مدخنين، فاحنا بنشوف كل الاحتمالات او كل الاوجه المختلفه اللي ممكن تظهر معايا، فبنقول ان هم ممكن الاثنين يطلعوا مدخنين، ممكن واحد منهم مدخن والثاني غير مدخن، وهكذا. طيب فاحنا لو قلنا لو رمزنا للمدخن، هنشوف كده، يعني هحاول اشخبط معاكم كده على السلايدز. لو قلنا المدخن ده هنقول عليه سموكر، سموكر، والتاني ناس نان سموكر، المدخن غير المدخن نان سموكر. فاحنا ممكن يطلع معانا كده، لو انتم فاكرين الجدول بتاع ال A وال B وال 0 وال 1، لو احنا ال A وال B 0 1 يبقى الاثنين 0 وده 1 والثاني 0، او ده 1 والثاني 0 والاثنين 1. هي برضو نفس الحكايه، هيبقى ايه؟ الاثنين مش مدخنين اللي هي 0 0، الاثنين نان سموكرز، يبقى ان
او واحد منهم مدخن والتاني لا، اللي هو سموك ده نان سموكر وده نان سموكر، ده هيبقى نان سموكر واس واس وان، والاثنين سموكرز اهم معايا. يبقى دي كل الاوجه المختلفه اللي ممكن تطلع معايا، تمام؟ فالاوجه المختلفه بنقول عليها السامبل سبيس. سامبل سبيس احفظوا احفظوا التعريفات دي كويس. السامبل سبيس اللي هو الاس ان 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 اس اس ان واس اس، طبعا واضح بالنسبه لكم ان هي 2 تو ذا باور 2، لان احنا عندنا سموكر ونان سموكر بس، فكل الاحتمالات 2 وهم هيطلع كام؟ هيطلع 4، 4 احتمالات مختلفه. طيب لو بنتكلم على السامبل سبيس بتاع رمي العمله، العمله فين العمله؟ لو احنا بنتكلم على السامبل سبيس بتاع رمي العمله، يبقى احنا بنتكلم ازاي؟ طبعا ايه دوكيومنت، اوكي اتفضلي يا ارام، لو عايزه تسالي اتفضلي، بس لو احسن تقدري، لو انت تقدري تفتحي المايك تسالي السؤال على المايك احسن. انا معاك مستني. يا دكتور الحين أيوه. يعني الصفر معناه نن والواحد معناه انه مدخن، أيوه. يعني احنا لما مستناها قبل شوية عشان نعرف انه الصفر يعني ان والاثنى أيوه. المزلب واحد صح؟ ممتاز ايوه بالضبط بالضبط يا عرام بالضبط كده، كلامك مظبوط 100%. احنا عندنا الصفر معناه ده تمثيل بس، ايه بجيب لكم الحاجات اللي انتوا عارفينها في اللوجيك عشان تفهموا ليه دول طلعوا اربعة، تمام؟ فهم ايه، لو احنا عندنا حالتين اثنين وكل واحد منهم برضه ليه احتمالين، فيطلع الاحتمال 2 اس 2 اللي هو عدد الاحتمالات كلها او عدد الاوجه كلها، يطلع 2 اس 2 اللي هو هيطلع 4. طيب لو احنا بنتكلم على عمله، تمام، لو بنتكلم على عمله، العمله بيبقى ليها هدوتين بيسموها ملك وكتابه او صوره وكتابه، الهد اللي هي الصوره والتيل اللي هي الكتاب. فالسامبل سبيس بتاعتها اللي هي المجموعه اللي فيها كل الاوجه وبتساوي اتش وتي. طيب لو احنا بنتكلم على الداي، ايه الداي دي؟ عارفين الدايس، عارفين اللي هي النرد، الدايس اللي هي معلش اهو بالانجلش دايس بيكتشر، عارفين دي الدايس؟ الدايس دي ليها كام وجه؟ ليها 6 اوجه، كل وجه مكتوب عليه رقم. فاحنا لو احنا عايزين ناخد السامبل سبيس هيبقى 1 2 3 4 5 6، فده السامبل سبيس. السامبل سبيس يعني كل الاوجه المختلفه، كل جميع الاوجه المختلفه. طيب في حاجه اسمها الايفنت، ايه الايفنت؟ اللي هو الحدث، الايفنت هو الحدث. فالحدث هو سبست من السامبل سبيس. يعني ايه سبست من السامبل سبيس؟ يعني مثلا لو احنا عايزين ما هو الحدث الذي يقرر ان او يقول ان عندما نرمي الزهره تخرج رقم زوجي، يعني الوجه اللي هيطلع رقم زوجي زي الاثنين زي الاربعه زي الستة، فهم دول، هي دي السامبل سبيس، او السامبل سبيس فيها 1 2 3 4 فيها كل حاجه. اما الايفنت هو سبست من السامبل سبيس، يعني مجموعه فرعيه من السامبل سبيس، خدنا الاثنين بس والاربعه بس والسته بس، فده الحدث الذي يخص الارقام الزوجيه. طبعا هسالكم سؤال، لو احنا عايزين اهو، لو احنا عايزين الحدث اي 2، حيث ان 2 اي 2 هو الحدث الذي يخص كل الارقام الفرديه، هيساوي كام؟ اللي عايز تكتب على الشات اوكي، عايز تفتح المايك اوكي. 3 1 3 5 5
ممتاز. وسبعة؟ لا 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 ما فيش سبعة، واحد وثلاثة وخمسة. ثلاثة وخمسة ممتاز، واحد وثلاثة وخمسة ممتاز. واحد وثلاثة وخمسة ده الحدث اللي بيبقى فيه أرقام فردية، يبقى فيه أرقام فردية. طيب طبعا احنا عايزين عارفين السبست. طبعا شكرا طبعا للي جاوبوا، انا مش منتبه اساميكم. ف طبعا الناس اللي جاوبت على الشات حاولي اللي كاتبه اسمها وين 10 تحاول تغير اسمها، وامال ولا امل ورؤى دول جاوبوا على الشات، وطبعا في اتنين جاوبوا معايا صوت شكرا ليهم، طبعا شكرا على مشاركتك. دي سبست اللي هي العلامه بتاعت السبست. سبست يعني مجموعه فرعيه، كان الاي 1 الاي 1 هي مجموعه فرعيه من السامبل سبيس. طيب لو احنا بنتكلم بقى على مساله اهو، بدانا نحط شويه مسائل، فبنقول ايه؟ في عندنا مجموعه من ثلاث انهار، او مش ثلاث انهار، ثلاث خطوط انتاج، والثلاث خطوط انتاج دول عايز اسحب منهم هو خط انتاج واحد، وبعدين عايزين نسحب منه عينة من ثلاث، يعني البضاعة اللي طالعة انا مثلا نقدر نقول ايه، مثلا خط انتاج عبوات الحليب مثلا في شركة المراعي مثلا، فخط الانتاج بيطلع العبوات يا اما تكون ديفكتيف او نون ديفكتيف. يعني ايه ديفكتيف ويعني ايه نون ديفكتيف؟ ديفكتيف يعني فيها عطب، فيها مشكلة، ونون ديفكتيف يعني سليمة. طيب احنا هناخد ثلاث زجاجات، طبعا انتوا عارفين الديفكتيف يعني ايه، ان هي تكون مشكله فيها، يعني مثلا بتكون بتسرب، مثلا بتكون مهويه، الغطاء بتاعها مش موجود، او الليبل بتاع المراعي مش موجود، الكلام ده كله ايه بيقولوا عليها عاطبه، والمهندس بتاع الانتاج يوقف خط الانتاج ويقول لهم صلحوا العطال الاول قبل ما نكمل انتاج. فعندنا نوعين، يعني في يا اما تكون عاطبه او غير عاطبه، يا اما تكون عاطبه او غير عاطبه، او ديفكتيف او نون ديفكتيف. الثلاث زجاجات دول كل واحده منهم يا اما تكون عاطبه او غير عاطبه، وبياخد ثلاثه ويمشي، يعني بيروح يسحب ثلاثه من خط الانتاج ويمشي. طيب اوكي طبعا سحر بتقول ان وعد هي ويندوز 10. اوكي فاحنا بنتكلم دلوقتي على ثلاث احداث مختلفه. الحدث الاولاني لو احنا هناخد على الاقل 2 defectives، على الاقل at least 2 defectives و at most 1 defective، at most على الاغلب او على الاكثر 1 defective، على الاغلب 1 defective، at least 2 defective. دي نعملها ازاي؟ هتطلع كام؟ طبعا احنا لازم نعمل السامبل سبيس الاول، يعني انا طبعا الحل تحت، فانا هداري الحل عشان نحاول نفكر مع بعض ازاي نحل. فاحنا بنقول مثلا ايه السامبل سبيس بيساوي، طبعا احنا عندنا ثلاثه ايتمز، ثلاثه ايتمز كل واحد منهم يا اما يكون ديفكتيف او نون ديفكتيف. هنقول ان دي حرف الدي ودي حرف الان، الديفكتيف اللي هو فيه عطل او اللي فيه عطب، والنون ديفكتيف اللي هو سليم. فاحنا عندنا ثلاثه ايتمز، يبقى عندنا ان الثلاثه يكونوا سلام نون ديفكتيف، او ان واحد منهم عاطب، او ان واحد منهم سليم والاثنين التانيين فيهم مشكله. ان دي ان طبعا ايه، لو انت اتمرنتي على الموضوع ده ما فيهوش اي مشكله، او دي او ان دي وان دي دي، وبعدين دي ان ان ودي ان دي ودي دي ان دي ودي دي ان، واخر واحده اللي هي دي دي دي. الدي دي دي معناها ان كلهم عاطبات، يعني كلهم كل الزجاجات اللي احنا هناخدها من خط الانتاج فيهم مشكله. تمام، ده السامبل سبيس بتاعي، انا كده طلعت السامبل سبيس. فانا هطلع لكم الايفنت الاولاني وانتم فكروا معايا نحل الايفنت الثاني ازاي. فبيقول لي الايفنت ده بيقول ان ات ليست تو ديفكتيف، ات ليست يعني على الاقل يكون فيه تو ديفكتيف، يا
يعني برضو لو اكتر ماشي، لو على الاقل في تو ديفكتيف مين في دول. طبعا انا هحاول اغير اللون شويه اهو، اللي فيه تو ديفكتيف مين ده معايا وده معايا وده معايا وده معايا كمان، لان هو قال له اتليست. اتليست يعني برضو الكتير كويس. فده الايه الناتج بتاعنا اللي هو هيبقى ام دي دي. فكري معايا، حاولي تفكري معايا وتركزي، عشان هسأل دلوقتي واشوف الناس هتقدر تجاوب السؤال الثاني ولا لا، او الجزء الثاني ولا لا. دي ان دي، وبعد كده دي دي ان، وبعد كده الاخير اللي هو دي 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 دي. خلاص كده. ف وبعد كده نقفل القوس. يبقى احنا كده عملنا مين؟ عملنا الايفنت الاولاني اللي هو الايفنت واحد، ان يكون على الاقل يكون فيه اتنين ديفكتيف. طيب الاي 2 بقى، يلا مين شاطره، مين كون مين تعمل لي ات موست وان ديفكتيف، هيطلع ايه؟ الان دي ان والان ان دي والدي ان ان. الان دي ات موست وان ديفكتيف اللي هو ان دي ان. طب ثواني بس كده اغير اللون اهو. ان دي ان دي ان صح. اوكي وايه تاني؟ ايوه ان ان دي. ان ان دي مظبوط يا سحر. دي ان ان. دي ان ان. ها كمان في واحده. ات موست يعني هو قابل اعلى حاجه يكون واحد. دي ان دي. دي ان دي. دي ان دي مش نافعه لان فيها اتنين. هو بيقول على الاقل فيه اتنين، على الاقل يكون في واحد دي. ان 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 ان. ليه بقى؟ لان الان ان ان معناها ان مفيش عاطب، مفيش حاجه عاطبه، كلهم سلال. فهو قابل واحد. ات موست يعني واحد فما اقل. اتليست يعني الرقم فما اعلى. ات موست عشان ما تتلخبطوش فيها. ات موست يعني واحد فما اعلى. اتليست تمام، واحد عفوا انا كده سرحت. اتليست اللي هي فما اعلى، انما ات موست يعني الاقل، يعني يغطي الاقل كمان. ات موست تغطي الاقل كمان، اتليست تغطي الاعلى. فكده معانا ايه؟ معانا ازود على كلام سحر ان دي معانا كمان. تمام؟ يبقى احنا عندنا اي 2 هيساوي، طبعا اكتبوه بقى عارفين خلاص عشان انا الكتابه تبقى صعبه شويه. طيب كده getting 3 defectives. ان 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 getting 3 defectives. دي دي دي. دي دي بس. دي 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 بس. مظبوط. getting 3 defectives مظبوط ان هو يكونوا الثلاثه defective. ودي الاجابه بتاعت ايه؟ الاي اهو، وادي البي، وادي الدي. طبعا هو مسميه بدل ما يسميه اي 1 واي 2 واي 3. طبعا شوف مين اللي على الشات. طيب هعيد تاني، عيد تاني. طبعا في طالبه تست عايزه تعيد. ف الموست والليست. اوكي ات موست وات ليست. اوكي دلوقتي انا بقول ايه؟ انا مش بايع عربيتي، انا مش بايع العربيه بتاعتي، انا مش هقبل على الاقل، يعني على الاقل هقبل ايه 30,000. يبقى الارقام اللي مسموح بيها ايه وايه؟ ردوا عليا بقى عشان ايه نتناقش مع بعض. انا بقول دلوقتي انا يا جماعه مش انا هبيع عربيتي، بس على الاقل احنا هقبل فيها 30,000. يبقى الارقام الايه اللي اعلى ولا الاقل هي اللي مقبوله؟ يعني الاقل اعلى. الاعلى هي المقبوله. مظبوط الارقام الاعلى. مظبوط كل طبعا اللي بتشاركوا معايا ممتازين. الاعلى هي المقبول، يعني ما لو قلت اتليست يبقى انا اقصد ان الاعلى مقبوله، الارقام الاعلى مقبوله. اما اقول اتليست تو يبقى الثلاثه مقبوله والاربعه مقبوله والخمسه مقبوله. ده على افهميها كده. انما ات موست
خدي بالك اعكسي، هي دي ليست، ليست يعني اقل، موست يعني اعظم. اعكسي اللوجيك يعني ايه، هو بيقول لك اتليست، لا انت افهمي ان هي العكس، ان الاكبر مقبول. هنا بيقول لك موست يعني غالبا، اعكسي الموست دي، اعكسي اللوجيك، يبقى هي الاقل مقبول. هتفهميها كده مش هتلخبطي فيها ابدا، بتيجي في الامتحانات على فكره، بتيجي كتير في الامتحانات دي، اتليست وات موست. ليه بتيجي في الامتحانات كتير؟ لان في الاحصاء بيهمني قوي اعرف ايه الحاجه المقبوله وايه الحاجه على الاقل وعلى الاكثر. دي المهندس بيقول ايه، المهندس بتاع الانتاج بيقول ايه، لو هما الثلاثه عطبات لا كده خلاص مش هينفع، لازم اوقف خط الانتاج، او على الاقل تكون اثنين عطبات على الاقل، يعني لو ظهر اثنين او ثلاثه او اكتر بقى لو سحب عينات اكتر. فبيهمه حكايه اتموست واتليست ليه؟ عشان يعرف يقرر بيهم هل هو هيوقف خط الانتاج ولا مش هيوقف خط الانتاج. انما اتموست يعني ايه، لو قلت مثلا ايه، انا شفت اصحابي امبارح سهرانين مع بعض، كانوا قاعدين في مكان ما، فزميلي بيقول لي هم كانوا كام واحد، فانا بقول له على الاغلب، على الاغلب هم خمسه، على الاغلب يعني انا جايب اعلى رقم، يعني ممكن يكونوا اربعه ممكن يكونوا ثلاثه، يعني في الحدود دي على الاغلب. تمام، فافهموا كده يعني عشان ما تلخبطوش فيها. لو انا قلت ليست، ليست يعني اقل بالانجلش معناها، يعني كلمه ليست معناها اقل بالانجلش، لا يبقى انا اقصد الاعلى، يبقى بيغطي الارقام الاعلى. الموست اللي هو الاكثر فبيغطي الاقل، عكس اللوجيك يعني. تمام، طيب لو احنا بنتكلم على النظام التجربه، والتجربه دي اسمها التجربه العشوائيه، عايزين نفهم ازاي نعمل تجربه عشوائيه. فاحنا بنقول مثلا عندنا زهره زي اللي شفناها دي، او النرد ده، النرد ده احنا عندنا عمله، رمينا العمله، وبعدين حرمي زهره في حاله لو فيه تيل ظهر في العمله. طيب لو ما فيش تيل ظهر في العمله، حرمي العمله تاني، السامبل سبيس هيطلع شكله ايه؟ تاني هقولها تاني، انا هعمل كده، حرمي الزهره الاول اللي هو الايه الدال، حرميها الاول، عفوا لا العكس، حرمي العمله الاول الكوين، الكوين حرميها الاول. الكوين دي يا اما تكون هيد يا اما تكون تيل، يا اما تكون هيد يا اما تكون تيل، يعني يا اما ملك يا اما كتابه زي ما بنقول في بالمصري كده، هيد وتيل، ملك او كتابه. فلو قلنا الهيد ظهر معايا، هو بيقول كده اضيف تيل اوكر، يعني لو هنا تيل ظهر حرمي زهره، زهره اللي هي الزهره اللي هي مش الورده، خدوا بالكم عشان في واحد زميلكم كان فاكر طول السنه ان الزهره دي اقصد بيها الورد، الزهره دي اللي هي دي البتاعه دي اسمها زهره، عشان بس ايه، او الزهر، الزهر اللي هو فاهمين دي اللي هي دي، هرسمها لكم عشان ما تلخبطوش، لان انا صعقت لما واحد زميل، لما واحد زميلكم طالب يعني من معانا في جامعه طيبه، بيقول لي يا دكتور انا طول السنه وانت بتقول زهره انا فاكر انها ورده، فيعني ايه، خدوا بالكم، خدوا بالكم، او النرد. تمام، بس انا يعني الاثنين الكلمتين بقولهم، النرد او الزهر، هي المفروض مش زهره، هي المفروض زهر بس. تمام، فده لو ظهر تيل معايا، لو ظهر كتابه هبدا ارمي النرد، ولو ظهر هيد، ولو ظهر هيد هرمي الكوين مره ثانيه، هرمي الكوين كمان مره. لو عملت كده يبقى المفروض ان في تجربه، والتجربه دي هطلع منها السامبل سبيس، انا عايز اطلع اس بتساوي كام، انا عايز اطلع اس بتساوي كام، اعملها ازاي؟ يبقى لازم استخدم النظام الشجري ده، بصوا كده معايا اللي هو موجود معانا تحت ده. انا دلوقتي عندي كوين، الكوين دي لو رميتها يا اما تدي هيد يا اما تدي تيل، لو ادت هيد حرمي العمله مره ثانيه، لو ادت تيل حرمي الزهره او حرمي النرد مره ثانيه، او حرمي النرد كمان مره، يعني حرمي النرد مره. يبقى معايا كده لو انا بتكلم على الشجره دي، انا هاخد كل فرع من فروع الشجره واطلع منه نقطه في السامبل سبيس. فدلوقتي انا عندي اول حاجه اتش، اتش دي اول حاجه في السامبل سبيس اللي هو ده اتش اتش، بعد كده اتش تي، اتش تي، بعد كده الفرع ده اللي هو
تي وبعدين واحد اللي هو تي واحد، يعني تي اللي هي تيل وبعدين واحد اللي قيمة النرد، قيمة النرد طالع بواحد، أو تي اثنين أو تي ثلاثة أو تي أربعة أو تي خمسة أو تي ست. هم دول كل الاحتمالات الممكنة، أو دي هي السامبل سبيس. طيب خدوا بالكم السؤال ده، خدوا بالكم السؤال ده اهو. at least انا عايز at least يكون فيه one tail. at least one tail يعني يقصد ايه؟ عدد التيل يبقى اكتر ولا اقل؟ عشان على الاقل واحد يعني يكون، على الاقل واحد يعني المقبول اكتر ولا المقبول الاقل؟ اكثر. الاكتر ليه؟ لان least يعني اقل، ليست يعني اقل، فانا يبقى اكيد هنقبل الاكتر، يبقى 1 تيل او 2 تيلز. بس طبعا هنا مفيش 2 تيلز لان التجربه التيل مش موجود معايا، ما برميش عمله مرتين. لو برمي عمله مرتين مع التيل كان ظهر التي تي، لكن هو ما ظهرش التي تي، فهيبقى كله فيها تي واحده بس، تي اتش تي اللي هي دي اتش تي، او تي واحد او تي اثنين او تي ثلاثه لحد تي ست، على الاقل تي 1 تي. ده الايفنت اللي احنا بنتكلم عليه. الموضوع سهل ما فيهوش حاجه، فيعني ارجو ان كل البنات تكون مركزه معايا. في حاجه اسمها الرول ميثود. الرول ميثود دي لو احنا عايزين نعرض مجموعه، فالمجموعه بتكون العناصر بتاعتها غير محدوده. يعني مثلا انا عايز كل المدن العواصم اللي موجوده في العالم كله، فهكتب العواصم كلها بالشكل ده، هقول اس بتساوي، اس بتساوي الرياض، الرياض وبعدين كايرو وبعدين مش عارف المنامة وبعدين قطر وبعدين مش عارف الدوحة كذا، الإمارات دبي أو أبو ظبي وهكذا. هكتب كل العواصم؟ طبعا لا، مش هعرف أكتب كل العواصم. تمام. فالأفضل إن أنا أعمل حاجة اسمها الرول ميثود. الرول ميثود بتعمل إيه؟ يقول الإيفنت حيث ان الايفنت بيساوي الاكس، حيث ان الاكس given in العمود اللي هنا ده، given ان الاكس is a city in the world. city in the world يعني مدينه في من مدن العالم كله. طيب لو احنا بنتكلم على المدخنين او الغير مدخنين في جامعه طيبه، فاحنا نقول بي، حيث ان البي هي كل الطلاب الغير مدخنين في جامعه طيبه. ده اسمها الرول ميثود. يعني احنا بنقول جمله بتعبر عن السامبل سبيس بالكامل، فدي طريقه من طرق التعبير عن السامبل سبيس. طيب العمليات على الاحداث بسرعه كده، هناخد العمليات على الاحداث. فاحنا لو عندنا سامبل سبيس 1 2 3 4 5 6 وعايزين ناخد العمليات على العمليات على الاحداث، دي جميله جدا سهله ما فيهاش اي حاجه. تمام. العمليات على الاحداث لو احنا بنقول بنتكلم على الاود نمبرز، فالاود نمبرز الايفنت بتاع الاود نمبرز، الاود نمبرز يعني الارقام الفرديه، فهيطلع لي 1 و3 و5. الارقام الفرديه من 1 ل 6 هيطلع 1 و3 و5. طيب الاي كومبلمنت اول حاجه هنتعلمها اسمها الكومبلمنت. الكومبلمنت يعني المكمل. لو احنا بنتكلم على المكمل يبقى الحاجه اللي مش موجوده هنا في الايفنت، المكمل بتاع الايفنت ده هو الحاجه اللي مش موجوده هنا. احنا عندنا 1 و3 و5، ايه اللي مش موجود في الايفنت اللي هو الزوجي بقى؟ 2 و4 و6. يبقى ده هو ايه؟ ده اللي موجود في الايفنت بتاعه اللي هي الكومبلمنت. فطبعا في حاجه اسمها الفين دايجرام، هرسم لكم الفين دايجرام. الفين دايجرام بيعمل كده مربع، المربع ده بيقول ان ده اسمه الاس او السامبل سبيس، ويكون الايفنت معمول في دايره كده جوه مكتوب عليه اي. ده الايفنت. الاي كومبلمنت هي انا عايز اعمل ريبريزنتيشن او اعرض الاي كومبلمنت. اعرضها ازاي؟ بكتب الاي كومبلمنت بره بس اعمل تهشير كده ان دي هي الاي كومبلمنت اللي بره، اللي بره الاي، اللي بره الاي بهشر عليها كده بالايه، بالقلم كده. يبقى انا عرفت ايه؟ ان دي هي، ده اسمه فين دايجرام، اسمه فين دايجرام. وفين ده الاسم شخص او اسم عالم فرنسي، فين دايجرام، V-E-N-N مش M، V-E-N-N. تمام. ده بالنسبة للكمبلمنت. عرفنا الكمبلمنت اللي هو المكمل. لو انتوا فاكرين في لغات البرمجة بيبقى فيه true، الكمبلمنت بتاع true هو الفولس،
وهكذا. فده اسمه الكومبلمنت. طيب خلصنا الكومبلمنت، عرفنا لو عندنا الاس كذا الاي كذا، والاي كومبلمنت هي اللي موجوده معايا في الرسمه. طبعا الرسمه دي ناقصها التهشير، يعني كمان دي المفروض ايه هعدلها ان شاء الله، التهشير اللي هو كده نقعد نهشر دي كده اهو. ده الاي كومبلمنت، ده الاي كومبلمنت. طيب الانترسكشن، التقاطع. التقاطع لو احنا بنتكلم على حاجه دايرتين اتنين ومتقاطعين مع بعض، فلو بنتكلم عندنا A وعندنا B، عندنا A وعندنا B خلاص، وعندنا C، عايزين نجيب تقاطع ال A مع ال B. تقاطع ال A مع ال B يعني الحاجه المشتركه ما بين ال A وال B، الحاجه المتكرره في ال A وال B. يعني ال A اهي ال O متكرره، وعندنا الاي متكرره في الاثنين، يبقى التقاطع بتاع الاي مع البي بيساوي او واي. او واي يعني بالظبط كده، لو احنا هنعمل فين دياجرام هنرسمه مع بعض هنا اهو، هنرسم الفين دياجرام، ودي هي الاي ودي هي البي، دي هي البي تمام. التقاطع اللي هو الحته الصغيره دي، طبعا الرسمه خانتني شويه، فالتقاطع اللي هو الحته اللي في النص دي، ده التقاطع ما بين الاثنين، الحاجه المشتركه ما بين الاثنين، ده الفين دياجرام، وده الريبريزنتيشن بتاعه بالنسبه للتقاطع. طيب انا عايز البنات تفكر معايا، تقاطع ايه مع تقاطع، ثواني، تقاطع ايه مع سي، تقاطع ايه مع سي يطلع كام؟ ايه مع سي، تقاطع الاي مع سي يطلع كام؟ ما يتقاطع مع بعض. بالظبط، ما يتقاطع مع بعض فعلا، لا يوجد او ما يتقاطع مع بعض. اللي ما لا يتقاطع مع بعض احنا بنقول عليها المجموعه الفارغه، الفاي دي بيرمز لها بالرمز الفاي. معنى كده ان الاي والبي مش متقاطعين مع بعض زي ما انت قلت بالظبط، الاي في دايره والبي في دايره منفصلتين، مفيش تقاطع ما بينهم. الرسمه بتاعت الفين دياجرام هتختلف، دول دايرتين متقاطعتين اما دول دايرتين غير متقاطعتين. طيب طبعا احنا ممكن نرسم رسمه للاي والبي ورسمه للبي والسي. احنا طبعا هنا يمكن هنا في غلطه ان الاي الانترسكشن مع السي، هنا المفروض ايه انترسكشن مع السي مش مع البي، فدي برضو محتاجه تعديل، هعدلها ان شاء الله. فانا عملت الرسمه الاخيره دي صح، اللي هي ايه انترسكشن مع البي والسي، السي مش متقاطع مع لا مع الاي ولا مع البي. هنلاحظ كده ان السي لا متقاطعه مع الاي ولا متقاطعه مع البي، ولا متقاطعه مع البي، لا متقاطعه مع البي. يبقى السي هنا الرسمه دي هعدل لكم اهو، حاولوا تعدلوا في الورق عندكم، اي مع سي ودي اي مع سي خلاص. ده اول تعديل. ثاني تعديل ان الدايره دي مش هنا، الدالة دي مش هنا. ليه؟ الـ A متقاطعة مع الـ C أو الـ B، لا الـ B هي اللي متقاطعة مع الـ C، في T هنا و T هنا، يبقى الـ B متقاطعة مع الـ C، يبقى الـ C هنا، يبقى الـ C متقاطعة مع الـ B، يبقى لازم يكون في تقاطع ما بين الـ C والـ B. الرسمة دي إيه؟ كويس إن إحنا بنتكلم فيها لأن هي مش طالعة مظبوطة. طب هل الـ C متقاطعة مع الـ A؟ السي متقاطع مع الاي، ار اس وتي، لا طبعا مش متقاطع مع الاي، لان دي حروف متحركه ودي حروف ساكنه كلها، دي حروف متحركه وساكنه مع الاثنين مع بعض. فكده ايه، يبقى كده عرفنا ان الرسمه دي صحيحه. خدوا بالكم لان الاي لو متقاطع معاها يبقى الدايره لازم تكون متقاطعه مع الاثنين كده، تبقى هنا في المنطقه دي بالظبط كده. فكده الرسمه بتاعتنا مظبوطه، كده الرسمه بتاعتنا مظبوطه. طيب الاتحاد، الاتحاد الحاجة المشتركة ما بين الاثنين بدون تكرار. يعني مثلا لو عندنا A و R و S و T و U، وعندنا S و T و W و Z و K، الحاجة اللي موجودة وهنا وهنا بدون تكرار. يعني لو قلنا A مع B هيطلع التقاطع أو الاتحاد بتاع الـ A مع الـ B هو A، هكتبه كده، هيبقى هو A و R و S
وتي ويو، تكتب الايه كلها الاول. اما هنا لما تشوف الحاجه متكرره موجوده قبل كده خلاص مش هكتبها، التي موجوده، الدبليو لا مش موجوده اكتبها الدبليو. طب والزد، الزد مش مكتوبه اكتبها، والكي، الكي مش مكتوبه اكتبها. يبقى دي هو الاي يونيون بي. اليونيون بتتعمل زي حدوه الحصان كده وحرف اليو، تمام؟ ده بيساوي الاي المجموعه دي، طلعت المجموعه دي معايا، ده اللي هو الاتحاد، اتحاد الاي مع البي، الاتحاد الاي مع البي. الاتحاد بنمثله بالشكل ده في فين دايجرام، بنعمل دايره ودايره متقاطعه معاها، وحتى لو مش متقاطعه معاها بنهشر بقى، بنعمل تشير على الجزء ده كله اهو. كل ده الاتحاد كله الاثنين مع بعض بدون تكرار، الاثنين مع بعض بدون ايه، بدون تكرار. طبعا ايه لازم نشيل الرسم. فلو فرضنا ان احنا عندنا اتحاد بيبقى بالشكل ده، خدوا بالكم ان ممكن تكون مجموعه ضمن مجموعه تانية زي الاي والسي كده. لو لاحظت ان الاي الاي السي اس تي يو، والاس تي يو موجوده ضمنيا جوه الاي كلها جوه الاي، فالرسمه بتاع الفين دياجرام لازم تكون الدايره بتاعت السي جوه الاي بالظبط. هنا برضو لو ما فيش قاسم مشترك يبقى برضو الرسمه بتاعت، الرسمه هنا بتاعت الاي، الاي مع البي، حتى لو ما فيش قاسم مشترك يبقى لازم برضو تشير للاثنين، الاتحاد بتاعهم يبقى فيه تشير برضو. ناخد شوية في الماتلاب ولا كفاية كده؟ دكتور الماتلاب كيف يجي في الاختبار، سواء كان في الكويز ولا ميتيرم ولا بس كده معلومية؟ لا لا لا، ممكن يجي سؤال منه في الميتيرم يعني مثلا، او في الكويز او الميتيرم. مثلا هيدي لك ايه، الاي بتساوي كذا والبي بتساوي كذا، الانترسكشن، الانترسكشن بتاع الاي والبي. طب نعملها دي مع بعض بسرعه اوريكم ازاي بتيجي. في حاجات ايه لو انا ما ركزتش عليها مش مهم يعني. شوف الماتلاب كده بعدين هقول عندنا الاي بتساوي كذا، تساوي مية وعشرة وخمسين وخمسين وتسعين، مية وعشرة وخمسين وخمسين وتسعين دي الـ A. طب الـ B بتساوي، الـ B بتساوي اتنين ومية وعشرة، اتنين ومية وعشرة. عايزين التقاطع ما بين الـ A والـ B. طبعا التقاطع ما بين الـ A والـ B بنكتب الأمر ده اسمه intersect، intersect A و B. intersect A و B هيجيب الحاجة المشتركة ما بين الـ A والـ B. لو لاحظتوا هتلاقوا الـ 10 والـ 100 هي المشتركة ما بين الـ A والـ B. طبعا أنا بقول لك إيه، لو قلت لك اعملي لي intersect في الامتحان بقى، قلت لك أنا هدي لك الأرقام دي كده، أقول لك الـ A بتساوي كذا والـ B بتساوي كذا، الانترسكت بتاع الاي والبي يطلع كام؟ لازم تبقى عارفه يعني ايه انترسكت، الانترسكت عشان تبقى عارفه ان هي هيبقى القاسم المشترك ما بينهم، لان مفيش ماتلاب مش يعني مش مش عملي يعني، الامتحان مش هيبقى عملي، لكن السؤال هيبقى سهل. طيب لو انا عايز الاتحاد ما بين الاثنين يونيون، هكتب الامر اللي اسمه يونيون اي وبي، يبقى الاتحاد معناها كل القيم في الاثنين بدون تكرار، كل القيم اللي موجوده في المجموعتين بدون تكرار. طيب لو عايز كومبلمنت، كنا بنقول نعمله ازاي، في حاجه اسمها الديفرنس. طيب احنا خدنا درسنا الديفرنس، مش مهم الديفرنس قوي ولا ايه؟ لا مش مشكله الديفرنس، اهم حاجه تفهمه في الماتلاب، في الماتلاب تفهموا دول
اللي هو اللي هو الانترسكت واليونيون بس، يعني دول دول المهمين، دول ذكرهم كويس. ازاي نجيب الانترسكشن واليونيون باستخدام الماتلاب؟ خلاص كده، وبكده نكون خلصنا محاضرة النهاردة. هوقف التسجيل، شكرا لكم، ومعايا شوية عشان الحضور.